لأنهم بالنسبة له إما ملائكة مثل أمه أو ظالمات مثل سته. همه الكبير السيطرة وحب التملك بس. وهلأ في احتمال يعتبر ست نور بمكانة أمه. أنا ما عاد فيني استنى، هالزلمة ممكن يأذيها، لازم ألحقه. ست نور بتحبيني غير لك ثيابك؟ ايه وينو؟ وينو نور؟ وين العقد اللي جبت لك اياه نور؟ طيب لا تقلي لي، انا بدور لحالي هيك احسن لك يعني. ها مش الحال، لقيته ليكو. ايه لا تعندي، ما بقى رح احكي لمسرة قدك بنوب. هي اخر ذكرى من مهند وما رح يبقى له مكان بقلبك كمان، مفهوم؟ رح نبدا حياة جديدة نور، وما رح نبعد عن بعض لحظة واحدة. وانا ما رح ادخل عليك بشي نور، بدي ورجيك كرمي. الحب اللي رح تقدمي لي اياه ما رح يروح ببلاش. لا بقى تبكي، لا تبكي، خلص اسكتي نور، ما تفهمي بالحكي، بكفي. عم نفكر انه نصيف بلندن وبيت جدة لجوليا هنيك، منشوفهم بالمرة. ايه فكرة كتير منيحة يا ابني، بس شو رأيك اقضولكم كام يوم معنا بالبيت الصيفي؟ نحن بعد فترة رايحين لهنيك، طبعا اذا كان عندكم وقت. ايه اكيد، وهذا بيسعدنا عمي. ايه جدي، يمكن ما نقدر نروح معكم. ليش؟ لانه بانا بتكون صارت بالشهر الخامس ويمكن الشو بيأثر عليها. ما بيصير لها شيء، انا كمان حامل، شبك؟ بعدين بنشكي همنا لبعض وبنقضي وقت حلو سوا. شريفه شو رايك نحن نتركهم لحالهم؟ هلا حوامل ما عم يخلوا دور لحدا. ديروا بالكم يرتفع عدد الحوامل كمان، ساعتها بنستلم السلطة بالعيلة. نحن بنخبرك إذا صار معنا شيء. إيه شكراً إلك. ست عايدة إذا ما معك سيارة نبعت حدا يوصلك. لا معي، يسلموا. تصبحوا على خير. وأنتِ من أهله. تلاقي الخير. خوفك بمحله. بس برأيي لازم نستنى شوي. حتى إذا رحنا ندور وين بدنا نروح؟ لك أنت ما سمعت كلامها، هذا الزلمة مجنون. أنا ما بقى فيني استنى. بس وانتصر. بتعرفي مشان جوليا كمان تنبسط. أخيرا مهند، مين هاي؟ معقولة ما عرفتيها؟ بتخص الشغل. أنا آسف لأني ما رح أتعشى معكم، أنا رايح جيب نور. ليش؟ مو على الأساس هي بدها تجي الليلة؟ شو اللي أخذك لهنيك؟ في عنا شوية شغل هنيك وأنا رايح معه، منخلص شغلنا ومنجيب نور بطريقنا. لشو هالدورة؟ شو المشكلة؟ احكوا فورا. من الصبح تليفون نور مسكر. شو؟ طمني ست صفية، ان شاء الله خير. بكرة مننام ببيتنا اللي بباريس يا نور، بيت حلو عجب لارا، بيت في مزرعة كبيرة.
حتى بمر من جنبه نهر صغير. بعرف انك بتحبي الارض، كل شيء رح يكون مثل ما بدك يا نور. وجنينة ازهار، واذا بدك ممكن نزرع خضرة وفواكه كمان، ومنشتري بقرة، وكل شيء رح يكون منيح، انت وانا ولارا والبوبو. اسمعي، لا تفكر اني رح ابقى مسكر عليك. اصلا ما كنت رح قلك، كنت ناوي انا واسيل نعملها مفاجأة. اسمعي، مفاجأة يا ستي بباريس، انتظروا افتتاح بوتيك نور. كيف؟ كل شيء مثل ما بدك، حتى اني عملت الديكور اللي قلتي لي عليه، كل شيء على ذوقك وعلى كيفك وتعبك. ايه؟ شو؟ مبسوطة؟ ها؟ لا تشغلي بالك، حياتنا من هون ورايح يا نور رح تكون رائعة، رائعة. بتعرف انك واحد مسكين؟ انت مفكر انه مهند ما رح يقدر يوصل لك؟ اساسا ما رح يخليك تطلع من هون، وبكره مهند ما رح يتخلى عني، وبكره رح تشوف. مهند مو سهل عنك، وما حدا رح يعيكي. انت مثل الاولاد، ما فيك تعرفي وين مصلحتك، بس اطمني كل شيء رح يكون حلو، كل شيء يا نور. كنت اشعر على طول انه عابدين شخص غريب كتير، بس ما كنت متخيله لهالدرجه. مهند، طيب ما في حدا معهم هونيك نتصل فيه ويطمنا؟ تذكر منيح. ما في، لا تقلقوا يا جماعه، يمكن تكون الطياره تاخرت لطلعت او وقفوا بشي محطه. مستحيل ما تتصل. مهند معه حق، بس هيك شغله ممكن تمر على نور. طولوا بالكم يا جماعه، الغايب عذره معه، وممكن تكون موجوده بمكان ما في تغطيه. طبعا ممكن، يعني بلا ما نتسرع. لا يا فكري بيك، قلبي مو مطمن، نور بورطه. لا بدك تطولي بالك، يعني ممكن يكون تليفونها ضايع او بتكون نسيانته. لا تقلقي، هلا بتتصل. مهند، انا وعدت ما خبرك، بس دانا شوفي احكي بدون توتر، ماشي؟ دانا، نور حامل. شو حامل؟ وليش لهلا ما معي خبر؟ ليش يا دانا؟ نحن عرفنا بعد ما سافرت، وانا اخذت النتيجه واتصلت فيها، بس هي كانت مصره تخبرك بنفسها، انا ما قلت لحدا، وهلا ضروري خبرك. يعني ما بعرف، ممكن يكون صاير لها شيء ويكون هذا السبب، يمكن هي بالمستشفى، ما بعرف. مهند، فجر هلا بتتصل فورا بكل مشافي البلد، وما بدي ولا مشفى يجي معي. مهند، قد ما كان صغير، مفهوم؟ خلص طيب، ما بدي وصلك فورا. سرعة مهند، انا رايح معك. لا انت خليك، يمكن نحتاجك هون. دخيلك ترجع لي بنتي، انا ما لي غيرها. ستي طمني، رح اجيبها. طولوا بقى ان شاء الله. ايه دولي الحين دغري بتتصل فيني. ماشي جدي، خلص اكيد بتصل. مهند، انوار، اذا احتجتوا لاي شيء هنيك اتصلوا فيني ان شاء الله. ماشي. مهند، حبيبي روحي، بس انتبه على حالك. بوريك، خلص لا تشغلي بالك، لا تخافي. يا رب. ست صفية، شو صار لك؟ شو صار لك؟ يا رب سلامتك. يلا تنام، يلا تنام. يلا شو قصتك انت؟ نامي، شو بك اليوم؟ يلا يا نور، يلا يا حبيبي نامي. يلا يلا نامي. رقية، يا مروان ما صدقت ايمت سكتت بدها تنام. خبر مو منيح وبيخوف. شو صار؟ ست نور ضايعة، ومهند طلع يدور عليها.